ضليتوا تنجوا فينا شي 150 سنة وانتو مش داريانين بالخسة، ونحنا نتكاتر ونزيد ونزيد، ومحسوبكن والشباب عم نحبس حرارة الشمس فوق راسكن، وهالأرض عم تغلي تنشف ريقة. حيرناكن، خوتناكن، كل ما تبقى الدنيا رايقة ودافية ننقركن كل عاصفة ورا التانية عمركم ما شفتوا مثلها من دون سابق انذار. أليكسا، تاتيانا، بوكاهونتاس خربوا الدنيا الصبايا. خليل، مش هون غنت الصبوحة؟ شحرور، ما بتتظهر على محل انت، شو خصنا بالصبوحة؟ بدنا نفتش على بقدونس، بكرة الاحتفال، شو بك؟ وهيدي قصة انه تعملوا سكي تسبحوا بنفس النهار، انسوها. قد ما حبسنا الحرارة، تلج ما بقى فيه. راحت عليكم فغيا فقغة سافيني. شحرور شحرور، بيّن معك شي؟ شي مثل شو؟ انه رف الفري مثلا؟ لا. شو بك؟ البقدونس ما مبين ولا عرق اخضر يا زلمة. عبقناها منيح وهالتلج يدوب بالبحر والبحر يفيض ويعلى. ابو الخل، سؤال، نحن لشو بدنا البقدونس اصلا؟ قلت اللي بتسبح منيح؟ اوف، انا اللي بسبح. لنعمل تبولة بكرة الاحتفال. سلم لي على اللقص. والعيد حرايق وتصحر، طق طق قلبكن، ما بقى في ولا شجرة ولا نبتة ولا نقطة مي، حتى الخضرة صرتوا تفتشوا عليها بالزبالة. ومن بعد الجنس وأكبر جات تبولة وهالفولكلور كله، صار البلد كله يتجمع ليأكل تبولة مرة كل 10 سنين. لقيتها هات لشوف. هاي كزبرة يا شيف، كله زي بعضه، مين حيتذكر البقدونس من الكزبرة؟ نعمل تبولة بالكزبرة. حلو. من الآخر، أنا غاز CO2 من سلالة الغازات الاحتباس الحراري العريقة. حبسنا الحرارة، غيرنا المناخ بالعالم، صعبنا لكم عيش لأقصى حدود. حتى ما يصير بلدك سوفينير، وقف الاحتباس الحراري، ما تغير المناخ.